أنا سعد بن سليم الشمبري، مدير فرع المنطقة الغربية والجنوبية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهاز المنظم لقطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية، وفرع الهيئة في المنطقة الغربية والجنوبية يشرف على 7 مناطق في القطاع الغربي والجنوبي من مناطق المملكة العربية السعودية. من أهم الجدارات التي يتوجب توفرها في موظف فرع الهيئة في المنطقة الغربية والجنوبية، أولاً تحديد الأولويات، ثم إدارة الوقت، وكذلك متابعة التطورات اليومية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومتابعة التنمية في المنطقة التي يشرف عليها الفرع. يؤدي فرع الهيئة بالمنطقة الغربية والجنوبية عدة أدوار، منها تمثيل منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق ذات الإشراف، والمشاركة في المجالس واللجان في المناطق، وكذلك دفع عجلة التنمية في المناطق والإشراف على المواسم الخاصة، وخاصة موسم الحج والعمرة في كل عام. منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات يقصد بها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك الشركات المقدمة للخدمات. وبلغ عدد العاملين في موسم الحج لهذا العام أكثر من 3300 فني في المشاعر المقدسة وفي الحرمين الشريفين. يبدأ الإعداد للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لموسم الحج منذ انتهاء موسم الحج الذي يسبق، وذلك بتقييم الخطة وتقييم المؤشرات، ومن ثم وضع الخطة للسنة الجديدة.